السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم سام السويدي. هذا ملخص لطور المواسم. من بعد ما وصلت الدرجة الرابعة ما لقيت على المنافسين، فسألت ولد أختي وغيرت الطقم أو اللباس، اخترت اللباس الثاني اللباس الأبيض، والحمد لله لقيت على المنافسين. فخلونا نتابع ملخص طور المواسم ومشاهدة طيبة. كرة إلى مارسيال، مدافع يقطع الطريق بكل بداية. راشفورد، جيمس، وقت تركز مديش. افكك فل الباب، اقفل الباب. مديش. سامويل كاستيخو، إبراهيموفيتش، فرصة التعادل الآن. برونو فرنانديز، مارسيال مرة أخرى، تسديدة ممتازة للتقدم. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب. كرة بتتخلص بشكل ممتاز. ضع بركنية وفرصة الحصول على التقدم. هرنانديز، زلاتان إبراهيموفيتش، ثيو هرنانديز، عند الكرة الآن. إبعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. ثيو هرنانديز، زلاتان تقدم، لكن الكرة مرت بسلام على حارس المرمى. مباراة من الصعب أيضا التوقع في اللحظات الأخيرة، لأن الفريقين متكافئين في أرضية الملعب. مارينية تضرب الدفاع، بيخلصها، بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. من عمر المباراة، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات، بيمر فيها بعديه. هدف التقدم يأتي في اللحظات الأخيرة، هدف الجنون، كرة القدم الآن، هدف السعادة. انظر إلى العشاق، أي توقيت، يا سلام على الاعتراف. لينكس يده مع سانشو على الأطراف، وفي الأمام هاري كين يقود خط الهجوم. لم يبعدها، ممكن يسجل الآن. تعليمات من مدرب الفريق الضيف بتطبيق زلاتان إبرا بهذا الكرة بينية. إبرا، فرصة خطيرة. المدافع في هذه اللقطة أنتيريفيتش، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. فرصة لوضع الكرة في الشباك. جون ستونز، هاري ماغواير، روس باركلي، هدف تقليص الفارق. أصحاب الأرض يسيطرون على مجريات المباراة في آخر خمس. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، هدف بيريح الأعصاب. كوفاتيتش في منطقة الجزاء، فرصة للتقدم في المباراة، هدف في منتهى الروعة. سامويل كاستيخو، أنتيريفيتش، إبرا. بالنسبة لأداء زلاتان، مني ليش؟ فرصة للتقدم في المباراة. كوكي عند الفرصة في هذه اللحظات. الو، محاولة هدف التقدم، حارس المرمى يسيطر على هذه الكرة. الو، مشاكل. أنتيريفيتش،
بينية فيها خطورة. فرصة الآن، فرصة أمام المرمى. يا الله، هدف الافتتاح من جهة أخرى بعكس المسار. ألو، زلاتان إبراهيموفيتش، هجوم من إنسي ميلان، فرصة هدف لإبرا. يتقدم بالكرة للهجوم، فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. فرانكيسي، فرصة متاحة للتسجيل. دييغو، هدف بنيران. كاستيخو، عند الإمكانية هنا، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا لحيب الله على التمريرة، تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. تسديدة ممتازة للتقدم، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. ضغط بدني، فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. مذهل حارس المرمى في هذا التصدي. المباراة كانت صعبة. لوكاس بيليا سيبدا مع كيسيه في قلب الوسط، في الأمام كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، ويضع الكرة في المرمى. ما أعرفش. برونو فرنانديز، أنطوني مارسيال، فرنانديز. لا، دق الشي يا اخي، شو اللق؟ يبتك في مكان خطير، بيعدي فيها فرصة لها. فريد، برونو فرنانديز، ممتازة الكرة إلى مارسيال. مستحيلة هذه اللقطة، جيب من فوق حارس المرمى. الله الله، زلاتان إبراهيموفيتش عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم، نقل ممتاز للكرة بمروءة. تقدم الكرة، هدف الافتتاح. هذه هي فرصة هدف، مصدرت فرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. هدف بيريح الأعصاب. غصب والله، غصب 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 توصل. لا كاستيخو، استغفر الله. قاع صح، حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. مرة أخرى جيمي فاردي ينجح في التسجيل. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء، دفاع ممتاز، فرصة هدف الآن. لا لا تلعب، لا تقطع، لا تقطع، يعني غباء، قسم بالله غباء. استغلال هذه الكرة بشكل أفضل، لكنه لم يتعامل معها بشكل مطلوب. فرصة تقليص الفارق الآن، عند الفرصة في هذه اللحظات. كرة بشكل جميل، بس مرتدة. في الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. لوكاس باكيتا، كرة خطيرة على المرمى. هجمة ضاعت بدون أي خطورة، عمل جيد في قطع الكرة. هاكان أوغلو، إبرا، هدف يقربهم من العودة. تشجيع، هذه هي فرصة هدف. يا الله، تعقدت الأمور، حكم يحتسب ركلة جزاء قد تزيد الفارق في هذه اللحظات. أوهو، على التوقع. الله على حارس المرمى، يقع في المحظور وقد يدفع الثمن فريقه.
الجماهير تشعر بأن فريقها قادر على تشكيل خطورة وتحاول بأن تساعد على التركيز للوصول إلى المرمى. المساحة أمامه في هذه اللحظات. يا عمي غصب غصب والله عظيم غصب. خطيرة كانت في اللقطة الماضية، شوف التسديدة، شوف الأسلوب، أي مهارة من هذه المسافة، الله على كرة كان يستحق من خلالها ما هو أكثر حقيقة. زلاتان إبرا، زلاتان إبرا بيعمل كرة بينية عرضية على الخام الخلفي. ليش؟ مصلحة فريق ليستر سيتي. إبراهيموفيتش كرة بينية فيها خطورة الآن. كاستيخو، هاكان أوغلو، التعادل من جديد، أي ندية وإثارة. فران كيسي، زلاتان إبرا بيلعب كرة بينية. عند الفرصة في هذه اللحظات لا داني سيبايوس، نيكولاس بيبي يتعرض لضغط كبير. 4 دقائق فقط في صنع فترة النهاية. كرة بينية في اللحظة الماضية. قل لي هاي كيف؟ هذه كيف؟ هذه كيف؟ في اللحظات الأخيرة أوبا يسجل. هذه كيف؟ من الدفاع دفاعني دفاع استغفر الله. ايش المسخرة؟ قسم بالله مسخرة، قسم بالله مسخرة. رفع بالدفاع أبو ميانجول. اوكي وايد وايد والحارس والله مسخرة بالنص. هذه شاتة هدف في وقت صعب لا يمكن تعويضه. ادري ارسنال يجري تبديلين الان دفعة واحدة. صفر صفر. اعتقد بان اللقاء انتهى فعليا. اكيد التقدم هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. حكم اللقاء يضيف دقيقتين كوقت بديل. ضغط ناجح في الأمام، يعود بالكرة بعد عرضية ممتازة. لوكاس توريرا، داني سيبايوس. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة. أوقات كارثية يعيشها النادي بعد هزيمة اليوم. كرة بتصل خلف الدفاع. مشاهدينا ومتابعينا تحية طيبة لكم من ملعب سان سيرو حيث هذه المشاهد الجميلة. لوكاس بيليا فرصة للتقدم. يا رب. فرانك كيسي، كاستيخو، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. فرصة هدف لإبرا. أوهو. أداما يسير بالكرة باتجاه المرمى. أيدي حارس المرمى يعرف كيف يمرر بشكل جيد. قاري الملعب، كاشف الملعب. زلاتان إبرا بيعمل كرة بينية. تروح الكرة للخصم. هاكان أوغلو، تسديدة من زلاتان. من بعد 4 خسائر متتالية الحمد لله فزت وتبيت في الدرجة الرابعة. راح نستمر إن شاء الله، نستمر في الدرجة الرابعة وننسى هذا الموسم، موسم الإزعاج، ونبدأ موسم جديد. نلتقي بكم في الحلقة الجاية في
في أمان الله.